كان يمكن أن يكون هذا الطريق إلى مدينة بنغردان الحدودية مع القطر الليبي طريقنا نحو إمارة من إمارات ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لولا عملية إشغال مخطط الإرهابيين في مهده. ما الذي سبق يوم 7 مارس من سنوات تغلغلت فيها الأطراف الإرهابية داخل مدينة بنغردان؟ لماذا تسلل كل ذلك الكم الكبير من الإرهابيين داخل المدينة؟ أين الخلل؟ هذا هو عنوان مهمتنا. منذ حوالي 6 سنوات في 7 مارس/آذار 2016 استفاقت هذه المدينة الحدودية على معركة حامية الوطيس. ملحمة حقيقية مثلت منعرجاً كبيراً في نشاطات المجموعات المسلحة في منطقة شمال إفريقيا. مجموعات إرهابية كانت داخل بنغردان بمعنويات مرتفعة، لأنه قبلها بأيامات كانت الجماعات هذه تتقدم في الموصل وتتقدم في الرقة وتتقدم في ليبيا وتتقدم في عديد العواصم العربية، وكانت حتى القوى العسكرية العظمى أوروبا وأمريكا تخشاها وتقر لها ألف حساب. ولكن وقت حطوا ساقين في بنغردان ثم حقيقة أخرى خرجت على الميدان وتسطرت بكل وضوح. منذ وصول الإخوان إلى السلطة مع حلفائهم من الأحزاب تعمقت المخاطر الإرهابية التي شقت أمن واستقرار تونس طيلة العشرية الأخيرة. لقد ساهم استشراء الخطاب التكفيري في تواتر العمليات الإرهابية. في شهر مارس آذار 2015 متحف باردو يتعرض لهجوم من خلية من المسلحين المقيمين في ضواحي العاصمة، وأدى المسار الخاطئ الذي اتخذته التحقيقات إلى تمكن الخلية نفسها من تنفيذ هجوم على فندق أمبريال في مدينة سوسة الساحلية في صيف السنة ذاتها. لكن رغم جذوة التهديدات وقع أيضاً هجوم شارع محمد الخامس الذي استهدف حافلة أعوان الأمن الرئاسي على بعد 10 أمتار من وزارة الداخلية نفسها. امتدت الهجمات الإرهابية إلى مراكز المدينة التونسية ومنها قلب مدينة بنغردان. هنا حيث استطاع 10 المسلحين التمركز في مداخل المدينة وقرب ثكناتها والمقرات الأمنية فيها. سارت الأمور في تسلسل كبير مع الكثير من التنظيم. تفيد تفاصيل القصة أن مدينة بنغردان التابعة لمحافظة مدنين تعرضت منذ 7 مارس/آذار 2016 إلى إطلاق نار عنيف بين قوات الأمن والجيش التونسي وعدد من الإرهابيين. انتهت العملية الإرهابية بالقضاء على 36 عنصراً إرهابياً واعتقال 7 آخرين. استشهد في العملية 22 تونسياً بين عسكري وأمني ومدني. كانت نهاية العملية الإرهابية على بنغردان ملحمة حقيقية. لكن بين ثنايا الملحمة فصول وتفاصيل لم تذكر وحقائق لم تكشف بعد. كلها حسابات سياسية وحسابات سياسيين في فترة ما، كل اللي يحاوم على الكرسي وكل اللي يحاوم على المناسب، وما يماش لا في دم شهيد ولا عائلة شهيد ولا حتى شيء. سياسيين ما كانش همهم لا البحث عن الحقيقة ولا إنصاف المظلومين ولا البحث أصلاً في ما وقع في بنغردان. تقريبا حتى المثقفين والمؤرخين والصحفيين العمليات الاستقصائية قليلة جدا، العمليات البحثية تقريبا اتذكر انا كتاب واحد تقريبا صدر اللي هو معناها على ملحمة بنغردان.
الابحاث الامنيه والدراسات الامنيه هذا كيف ما شفتش التحقيق اللي كنا طلبنا به ما ريناش. انا اليوم نشوف انا في ابطال زملائي في ابطال محمد بن قردان كي نسالهم فما شكون جاكم جهات اداريه ولا رسميه باش تاخذ منكم تصريحات ولا باش تاخذ منكم معناها معلومات على شنو اللي صار في بن قردان، ما اتصل بهم حتى كيفاش تنجم تعرف وزاره الداخليه شنو اللي صار بالضبط. تتشابك كل الشهادات هنا وتتفق أن نوايا المتطرفين كانت معلومة لدى قواتنا الأمنية والعسكرية قبل تنفيذ العملية على بن قردان بأشهر قليلة. المعلومات التي تؤكد أن العناصر تقترب نحو تحصنت بمدن على الشريط الحدودي جميل الزلطن ريكدالين العجلات وبعض المناطق والعسة، هذه المناطق اللي هي تخفوا فيها بطبيعة الحال وهم أيضا كانوا مطاردين في تلك الأيام لم يجدوا حاضنة في المناطق الليبية هذه، فقدومهم نحونا أكيد. من وقتها وزارة الداخلية المفروض تنتبه بلكونة ثم مجموعة إرهابية وقع استهدافها بغارة جوية وفي حالة معناها فزع وهروب، بطبيعة الحال الملف اللي باش تهرب لها باش تكون من ضمنها تونس. ثم فيديوهات زاد وقع نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي فيها تهديدات صريحة بالدخول إلى تونس وتهديدات للأمن التونسي وللجيش التونسي، هذه كلها انتشرت. عسكريين وأمنيين ومدنيين قضوا في ملحمة بن قردان، منذ ذلك الوقت بقيت تلابيب القصة مفقودة، من خطط، من سهل، من تواطأ، من قصر في حق دماء هؤلاء. أهالي بن قردان يطالبون اليوم بكشف التحقيقات التي يمكن أن تؤدي إلى أجوبة على هذه التساؤلات. في ساحة الشهداء التقينا سامي الجريء، حصيلة عائلة الجريء كانت ثقيلة، فقد النقابي الأمني في معركة بن قردان شقيقه وعمه. كي نسمع في الكرتوش زاد من اتجاه اللي هما رجعت نلوج عليهم، قعدت تقريبا يجي ساعة نلوج عليهم، مشيت نلوج نلقاهم مستشهد وزوز بحذا بعضهم والله يرحمهم. الحمد لله وقت اللي شفت لسعد الله يرحمه من اول نظره عرفت استشهد خاطر الضربه كانت قاتله، وحاولت من بعد نشوف ثمش امل على اساس عبد الكريم عمي على الاقل نقش فيه شويه روح، لكن لقى استشهد حتى هو الله يرحمه. لم تكن المقرات الامنيه والعسكريه الهدف الوحيد لعشرات المتطرفين تقودنا الرحلة وسط مدينة بن قردان إلى ممرات عديدة سلكها الإرهابيون. تنقلنا مع سامي الجريء إلى هذا الحي السكني حيث قتل أحد الإرهابيين شقيقه وعمه. الأسعد الله يرحمه كان هنا طايح في البلاصة هذه بالضبط، طايح على ظهره، وعبد الكريم الله يرحمه هنا في التركيلة هذه بالضبط. وجذب بعضهم في هذا الوقت. كلاش ضربهم الزوز وفرد وقت. عبد العاطي عبد الكبير معناها جايله بالقصد. كان خاطر رئيس فرقة مقاومة الإرهاب ويعرفوا بالطبيعة كل شيء عليه مع المعطيات الأمنية الكل. وديجا وقتها جت معلومة اللي هما عاملين مجموعة تمشي لديار الأمنيين. يعتقد النقابي سامي الجريء بفكرة وجود قصور في التعاطي مع التفاصيل الاستعلاماتية، فقد توفرت لدى زملائه من الأمنيين المعلومة الاستخباراتية المفيدة، معلومة كان من الممكن لها أن تمكن القوات الأمنية والعسكرية التونسية من استباق الهجمات الإرهابية على مدينة بن قردان والحد من الخسائر البشرية التي تسببت فيها. الأخطاء بين الجميع، الخطأ الأول الاحتياطات الأمنية قبل 2 مارس رغم المعلومات المتوفرة لدى السلطات الأمنية والعسكرية. الخطأ الثاني واللي يثير تساؤلات كبيرة
كيفاش دخلوا لتونس، ومع أنه ثم ساتر ترابي تم إحداثه في قبل أحداث 7 مارس بكثير، وخسرت الدولة والشعب التونسي مليارات، لا لشيء إلا للاحتياطات الأمنية من الشكل هذا، معناها في الهجمات الإرهابية وإلى غيره وإلى الخطأ الأمني في التعزيزات الأمنية يوم 3 مارس ما وصلتش. القيادات الجهوية طلبت تعزيزات بشرية ومادية، ما تمش للأسف الشديد الاستجابة لها، وهذا يطرح نقطة استفهام تحقيق في المسألة هذه. علاش رغم وجود تهديدات حقيقية ما تمش إرسال التعزيزات البشرية والمادية لمجابهة الخطر المحتمل، أو نجم نقولوا حتى الخطر المؤكد؟ وقعت غزوة بن قردان ضمن سياق سياسي تميز بتطورات وضع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا مقابل ارتباك الأداء الحكومي هنا في تونس، ارتباك يرى فيه الكثيرون سببا أساسيا في الوصول إلى مرحلة مواجهة الإرهابيين في مدينة بن قردان. ويكاد يتفق الجميع أن الأحزاب السياسية التي حكمت البلاد بالتوافق في تلك الفترة وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية هي السبب في تسرب الإرهاب إلى البلاد. هناك من صعدوا فوق المنابر، هناك من شجعوا على التسفير، هناك من اعتبروا أن الجهاد في سوريا وأن الالتحاق بالجماعات الإرهابية هو فرض عين، هناك معناها خيمات دعوية وجدت، هناك في بعض المناطق وجدت ما يسمى بالشرطة السلفية في 2011 وفي 2012. بدأت التهديدات تلاحق بشكل جدي مدينة بن قردان منذ 18 من فبراير 16 و2000، تاريخ أغار فيه سلاح الجو الأمريكي على معسكر للتدريب في مدينة صبراط الليبية، معسكر أعلن البنتاغون الأمريكي أنه كان يعد لمخطط كبير لشن عمليات إرهابية على يد تونسيين من قيادات الدولة الإسلامية البارزين. قمنا بتجهيز بعض العبوات المتفجرة في منطقة صبراتة في منطقة البحر، وهي عبارة عن عبوات يعني كانت قذائف 105 بعد تفريخها وإعادة تعبيتها، وبعض حكاك النسكافيه قمنا بتعبيتها على شكل عبوات، وكانت هذه لغرض تمويل التنظيم في منطقة تونس. وفي الليلة الفاصلة بين 29 من فبراير وأول شهر مارس آذار 16 و2000 تأكد تسلل مجموعة إرهابية إلى الحدود التونسية واجتيازها الساتر الترابي. المكالمة التي وردت يوم الثلاثاء غرة مارس 2016 تقريبا الساعة 4 مساء تؤكد أن هناك مجموعة إرهابية بثلاث سيارات وبمسلحين دخلت إلى تستعد للدخول إلى مدينة بن قردان أو إلى رأس جدير، لكن التحرك الأمني لم يكن حيني، لم يكن فورا، بل وقع التحرك تقريبا بعد 20 ساعة غدوة من ماضي ساعة يوم 2 مارس 2016، مما مكن الإرهابيين من التقدم في اتجاه أماكن العمران والدخول في منطقة العويجي والسعيدية. يتفق الجميع على أن أخبار تسلل الإرهابيين وصلت مبكرا لكل السلطات الأمنية الميدانية في الجهة، وفي هذه المكالمة الهاتفية يؤكد لنا صاحب قطيع الإبل الليبي كيف أنه أوصل إلى قوات الأمن التونسي معلومات تؤكد تسلل الإرهابيين إلى التراب التونسي قبل أسبوع فقط من مهاجمة مدينة بن قردان. الراعي شدوهم من الساعة 2 والساعة 3 تيبوه في الليل، خذوا البنزينة من السيارة متاع الليبي ورفعوا الراعي للحرارة وردوا الأمر وصلت الليل، يعني عشان تكي لأن البلي بعيد على حد شوي ردوا غادي ممكن المغرب ولا حاجة زي ما نتاع المغرب تاع صلاة المغرب بالضبط، ردوا للبيت بلغ السلطات التونسية وسلطات حتى السلطات التونسية بلغوني كلموني
وعطيته نفس المعلومات. هنا وسط مدينة بن قردان وصلت المعلومة إلى النائب في البرلمان عن حزب الاتحاد الوطني الحر الطاهر فضيل، الذي أوصلها بدوره لكل أصحاب القرار في البرلمان والحكومة ووزارة الداخلية. صاحب الإبل واللي إخوته موجودين على عين المكان في بير اللي حمل أثناء قدوم الدواعش، والحادي الإبل بتاعه السارح اللي يسرح بالإبل تابعوا تابعين السيد هذا، والسيد هذا وقت اللي بلغته المعلومة بارك الله فيه تولى إيصالها إلى الـ إلى 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 السيد الموجود في بن قردان اللي وصل لي أنا المعطى، ومن ثم قمنا بما ينبغي القيام به وهزينا أيدينا. يوم اثنين مساء عقدت جلسة، جلسة يسمى بتنسيقية الأحزاب الحاكمة، كنت من أحد الحاضرين فيها وبرؤساء الأحزاب الموجودين للحزام الأمني، الحزام السياسي لحكومة الحبيب الصيد، وتدرسنا الوضعية وكيفية دخولها، منين دخلوا، المعلومات المتوفرة لدينا، وتم فهمت شو اسمه إصدار بيان. حدث هجوم بن قردان في هذا السياق العام لأداء الأجهزة الأمنية، واستطاع المهاجمون مباغتة المدينة والقوات العسكرية والأمنية المتمركزة فيها. هجوم توقعه الرأي العام وليس الأجهزة الأمنية العليا فقط. نهار 2 مارس فاقت بهم القوات الأمنية وتعاملت معهم وصار إطلاق نار متبادل، وتم قتل 5 إرهابيين والعثور على هواتف جوالة والوثائق اللي لقوهم عندهم أنا في الهواتف الجوال، ذاكرة الهاتف الجوال، من فيديوهات، من أماكن اللي فطروا فيها، من عدد الأشخاص، من الأشخاص في حد ذاتهم، القيادات الإرهابية أنا ذاك اللي موجودة من بينها مفتاح مانيتا وكاردي وإلى آخره. أنا فهمتني علاش التعاطي الأمني بعد 2 مارس مشارس بجدية اللي ممكن اللي تصير قبل. لم يتم اختيار مدينة بن قردان كإمارة من قبل مقاتلي الدولة الإسلامية في ليبيا صدفة، إذ التحق عدد كبير من شباب هذه المنطقة الحدودية بمعسكرات المقاتلين في ليبيا. هناك التهريب المنظم والخطير الذي يجلب الأسلحة، يجلب الجهاديين، يجلب المخدرات، تهريب الأموال، تهريب هذا التهريب تتدخل فيه بعض الأجهزة من الدولة مع اختراقات في عديد الأجهزة خاصة الأمن والجيش والقضاء. ولكن في مرحلة بن قردان بطبيعة الحال هناك كميات كبيرة من الأسلحة تم جلبها من ليبيا، تم حتى اللي تم جلبه من الجزائر، تم جلبها من سوريا، أيضا جهاديين مصنفين خطرين دوليا تم جلبهم. هذا يؤكد التداخل الملتبس والكبير بين الإرهاب والتهريب، هذا مما لا شك فيه. كيف تشوف الجغرافيا متاع الفقر والجهل في تونس تفهم الظاهر الإرهابي. شوف جغرافيا الفقر، أنت كي تشوف تلقاها في القصرين، تلقاها في سيدي بوزيد، تلقاها في تطاويل، تلقاها في بن قردان، الأماكن هذه موجود فيها الدمار الاجتماعي بمعنى الضرورة الاقتصادية، إضافة إلى نسبة معناها ضعف عدم التمدرس. معناها المقاربة الأمنية في تعاطي مع الظاهرة الإرهابية هي جزء وليست هي الحل. تجددت الاتهامات بعد هجوم بن قردان لحركة النهضة وحليفها في الحكم نداء تونس بفتح أبواب الإرهاب خلال السنوات العشر الأخيرة. فليس تنظيم الدولة الإسلامية في نظر البعض سوى امتداد للفكر الإخواني، حيث تبنى بعض رموز حركة النهضة الخطاب التكفيري. هناك من حكم في هذه البلاد وغض الطرف واعتبر أنهم يفكرونه في شبابه، وأن هؤلاء من حقهم العودة لتونس، والمثل الشهير الذي قال أن اللحم إذا انتن، بمعنى أن اللحم إذا فسد فإنه سيعود إلى أهل. لا لا، اللحم إذا فسد يجب إعدامه، يعني هذه المعادلة هي اللي موجود. ثم صعدوا فوق المنابر، ثم سيطروا على المنابر، ثم وظفوا على المنابر، ثم نادوا، ثم جاءنا الدعاة الذين ينظرون للدواعش. معناها هذه كلها زادة كانت بيئة فكرية وبيئة سياسية ساهمت في تحول العديد من التونسيين. القيادي في حركة النهضة أحمد العماري كان يوم 7 مارس على عين المكان. اتهم النائب في البرلمان العماري بالضلوع في العملية، تهمة يعتبرها هو نفسه كيدية ذات خلفيات أيديولوجية. احنا نقولهم جيبوا دليل واحد
جيبوا شهادة واحدة كوني أنا موجود على الخمسة بتاع الصباح في الجزر. أنا قلت لك معناها وقلناها على الملأ ووثقناها في كل مطرح في كل بلاصة أنه أنا للأسف ما سمعتش بالهجوم الإرهابي. كان السبعة والربع متاع الصباح كلمني طارق ذيل الزميل المحترم وجاوبت زوجتي قالها وينو فلان؟ قلت له ما هو من الزرق قومي بلغتنا احنا نوضيش التوراق ذو بن قردان تحرقت يا طاهر مو لباس. قال راهو صار وصار وصار أي أخلط فيسا فيسا. تعديت أنا الحرس في المنطقة بتاعنا وعملت انترفيو وعندي شكون يشهد معي كوني أنا حتى الثمانية ونص تسعة العشرة وأنا موجود في البلاد منها بالسيارة بتاعي. صالت الاتهامات بالتقصير أيضا بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية. إذا كان ثم معناها تعزيزات بشرية ومادية كنا نجموا نقللوا بارشة من الخسائر وكنا نجموا الإرهابيين نقبض عليهم أحياء. لأن راهو صحيح احنا في حرب والحرب وسيلة التخاطف هي الرصاص الحي، ولكن ثم قيمة رمزية زادة كي نشدوا الناس هذه أحياء في كمائن وفي عمليات قتالية معناها ونعدوه للتحقيق وتكون اعترافاتهم موثقة أمام الجهات القضائية وتعرض ربما حتى في وسائل الإعلام ونعرفوا من خلالهم شكون اللي وراهم شكون اللي جندهم شكون اللي سلحهم. راسلنا وزارة الداخلية نريد الحصول على رد قادة القوات الأمنية الذين قادوا المعركة على الميدان، لم يصل منهم جواب إيجابي على مطلبنا. نحن هنا نسلك طريق الجبال نحو أحد الأمنيين ممن كانوا في الصفوف الأمامية يواجهون بأسلحة بسيطة عتادا متطورا للمسلحين من الإرهابيين. بعد الاشتباكات الحاصلة يوم الثاني من مارس طالبت القوات الأمنية الميدانية بتعزيز صفوفها بقصد التصدي للتهديدات الإرهابية، تعزيز تأخر كثيرا في الوصول إلى مدينة بن قردان. محمد عفيف أحد شهداء عملية بن قردان، اسم حركي لهذا الأمني الذي اختار أن يفيدنا بوجهه المخفي. نقص العوان نقص ممكن التعزيز هو اللي خلى مثلا باش تصير 7 مارس. كان ثم ممكن كان اكثر عوان واكثر مثلا تعزيز اللي جانا من خارج الولايه ممكن كانت ما تصيرش ما نوصلوش من المرحله كما نوصلوا لهاش. التعزيز وصل نهار 8 مارس. التعزيز وصل نهار 8 مارس جاء التعزيز من الاختصاصات الكل. سرع القبض واعترافات شقيق مفتاح مانيتا قائد عملية بن قردان الإرهابية في تنفيذ الهجوم. ضربة متاع صبراتا ساهمت في أن العملية وتاريخها يتغير. ثم عملية أخرى زادة مفصلية صارت في الحكاية هذه هو أنه أحد أقارب معناها عبد الفتاح مانيتا اللي هو كان القائد الإرهابي للعملية هذه تم إلقاء القبض عليه من طرف وحدات الحرس الوطني، وبالتالي كان هناك تخوف من أن المخطط يتم إفشاله. هذه كلها عوامل عجلت بأن العملية تتم نهار 7 مارس. معناها لقد اضطر الهجوم المفاجئ القوات العسكرية والأمنية إلى مواجهة مقاتلين فاق عددهم 100 مسلحة. السيد وزير وقت اللي تحدثنا معه وزير الداخلية وعملنا له مساءلة في مجلس النواب أقر في هناك تقصير كبير خاصة على مستوى المعدات. على مستوى المعدات اللي والسلاح اللي عند الحرس وعند الشرطة وعند الحماية المدنية والديوانة وكذا. يتطلب العمل الأمني الناجح استقلالية القرار الأمني عن كل الحسابات السياسية والحزبية، لكن خلال السنوات ما بعد 14 من يناير 11 و2000 كسرت هذه القاعدة ومورس ضغط سياسي كبير على وزارة الداخلية.
ما حدث في تونس بالضبط هو تكالب الأحزاب السياسية بمختلف مشتقاتها في تونس على السيطرة على وزارة الداخلية، لأن في تونس من يسيطر على وزارة الداخلية كوزارة سيادية يسيطر تقريبا على 50-60% من قرار في تونس. الذي حدث بعد 2011 هو أن التعيينات صلبة وزارة الداخلية. أنت إلى اليوم هناك زوز وزراء لم يكونوا مدعومين بحزام سياسي تمت إقالتهم. الوزير الأول هو الوزير لطفي إبراهيم كان وزير الداخلية، والوزير الثاني هو توفيق شرف الدين. اليوم في تونس معناها حتى التعيينات في صلب وزارة الداخلية كانت بالولاءات ثم الولاءات ثم الولاءات. وبعيدا عن قصص البطولة الحقيقية التي تناقلتها الروايات عن الأحداث، فإن أهالي مدينة بن قردان هم من مكنوا السلطة من تحقيق الانتصار في المواجهة، إذ توضح كل المعطيات أن العلاقة الجيدة بين السلطات والأهالي هي من عوضت الثغرات في المنظومة الأمنية.